بعد المحاولات الفاشلة في مقطع من سيربح مليون الماضي. غلط. ليش؟ لا! بدأت هوايتي الجديدة قراءة الكتب. جمعت لي حصيلة معلومات راح تجيب لي المليون دولار اليوم. فأنا متأكد يا جماعة الخير إنه اليوم في نهاية المقطع راح نحتفل بملايين الدولارات ولكم مني. إذا فزت بالمليون دولار اليوم راح أوزعها على جميع المتابعين كرما وحبا مني لكم. شفتوا كيف الكرم؟ الله أكبر. فبدون ما نطول عليكم وش اللي بالانترو بالله. أنا عارف إني ماشي صح لو ما تشوف من 2012 زرادية ناجح في اليوتيوب. لو تقول ما تقول بتكون مطول معقول بكون مكروه بالنسبة لك بس ماني لك مسؤول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا عمر عبد الرحمن من قناة ماكس اتش دي وفيديو جديد يا حبيبي. في حلقة اليوم أبغاكم تحاولوا تجاوبوا على أسئلة معايا. لما يجي أي سؤال وقفوا الفيديو واكتبوا إجابتكم تحت في الكومنتات، خلونا نشوف من اللي حيعرف يجاوب الإجابات الصحيحة. بس لا تقولوا تعدلوا في التعليقات وكذا، ترى يبان يا شباب. بدون كلام كثير اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس وخلونا نخش في السؤال الأول يا جماعة الخير. مؤسسة لإعادة تأهيل الأحداث المراهقين الجانحين، فما هي؟ إحداثية، إصلاحية، ابتدائية ولا تجريبية؟ ايش المستوى هذا يا جورج قرداحي؟ اصلاحيه، ما يبغى لها كلام، ما يبغى لها 1 2 3 4. اي العملات التاليه ليست اوروبيه؟ اليورو اوروبي، الفرنك اوروبي شكله، المارك شكله اوروبي، الدولار ما اوروبي. الجواب صح. ايزي. ما على الا البلاغ، ما على الرسول الا البلاغ. ما على النبي ولا الرسول؟ دقيقه استغفر الله. لا 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 يا الله، ما على الرسول الا البلاغ، ولا ما على النبي الا البلاغ، ما على ايش؟ هو الجواب صح. ليتس جو. ليتس جو. لا تضع كل البيض في قفص. سلة واحدة، سلتين، 10 سلة واحدة. تحط البيض في سلة واحدة ممكن تطيح من يدك وتتكسر. نحن ما نبي البيض يتفقص فنحطه في سلتين، فالجواب الصح لا تضعه في سلة واحدة. انزلي. انزلي، دخل لي سؤال 500 دولار سريع. شوف، قفص فيه فراش. شغل لي موسيقى شعرية بالله. قفص فيه فراش يحركونه الناس، ينوم ببلاش الجاهل بالشاش. الله أكبر، الله إني ما أدري. قفص فيه فراش يحركونه الناس، ينوم ببلاش، يعني حاجة الكائن ينام فيها. الجحيشة، العريش، الكاركة، والله إني ما أدري. خليني أسأل الجمهور، إيش رأيكم أعزائي الجمهور؟ أنا عارفها بس أبغى أتأكد أكثر. ايوه الجمهور اختاروا باي يا شباب. شوف سبحان الله، كنت حاس فيها انا من اول اصلا. ديني. ليش غلط؟ ليش غلط؟ يا وين جمهورك كذابين، انت حاطهم عشان يخسروني. صفر دولار سعودي، حلو، صفر دولار سعودي. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الجيم الماضي لسه كنا بنسخن، لسه كنا بنجرب، بنتعلم، بنراجع بعض المعلومات. الان راح نخش على المليون دولار السيده. ما الشيء الذي تملكه ويستخدمه الاخرون؟ الاسم، الثوب، المشط، الحذاء. والله شوف انا واصحابي نستخدم نفس الاحذية احيانا، والمشط عاد كل بيت انا يمشط بمشط واحد. الثوب يعني على حسب، يعني الثوب ثوب لا وخلاص هو مفصل علي انا، فاهمين؟ الاسم يستخدمه الاخرون. الجواب صح. صار معك 100 ريال. كيف؟ انا اعرف الحركات حق الجوش كذا، اعرفها مظبوط. بمعنى خزانة ملابس وما هو؟ منضدة. ايش منضدة هذا؟ منطاد؟ لا مستحيل. دولاب. هو دولاب. خش لي بالدولاب وجيب لي 200 دولار وديني على سؤال 300 دولار، وديني يا جورج قرداح. المره هذه انا متفائل، حاسس اني حجيب المليون دولار. اي الكلمات التاليه هي صفه ملازمه لكلمه فقير؟ مبدع، مرقع، مقنع، فاحش. هم يقولوا فاحش الثراء، ما يقولوا فاحش الفقر. والمبدع اللي ما له صلاح. مقنع هو اسلوب كلام ما له دخل في الطبقه شكلها مرقع. طلعت مرقع اشكال، لا احد يسالني ايش يعني مرقع، بس خلاص هو الخيار الوحيد اللي كان باقي. آلة لطحن الحبوب هي الطحانة، ولا هي الطحانة؟ مقلاة مستحيل، مقلاة مطحنة كذا نورت في وجهها. يلا اديني ال 500 دولار. اوكي رجعنا للقصايد، شغل لي موزيك قصيدة بالله. ثقل مسلوب للغواص مطلوب، لابسه مغصوب للقوع مسحوب. انا ما فهمت الا كلمة مغصوب. انا اشوف نسال الجمهور. يا رب بس ما يشوفوا في قبل شوي يا رب. اوكي الف، لا 81% يعني الاغلب. بنعدل لو عدينا 1000 دولار. يس ليتس جو ليتس جو. لو عدينا 1000 دولار راح نطير للمليون. ما ادري ايش دخل بس سؤال الشعر ذا، لما نعديه الامور تسلك معانا ان شاء الله. في اي مدينه يوجد اكبر تجمع للزعماء؟ وات موقع فاصلة بين المسلمين بقيادة سعد بن أبي وقاص وبين الفرس.
جاب لي سؤال تاريخ، انا ما ذكرت تاريخ قبل، انا ذكرت قبل المقطع رياضيات وكيمياء وتربيه فنيه. اتصل على صديق، بدق على واحد من الشباب معلم تاريخ جغرافيا واجتماعيات كله. شد عضلي، شد عضلي في الاصبع الصغير. هي الاجابه ب. قال ديل ولا ب؟ لا توقع قال ديل. الله ما ادري يا اخوي، قرب فمك من السماع عشان نسمعك. قدسيه يا رب. انا قربتها، ريحت الفلوس شامه، المليون دولار جاي ان شاء الله. ليتس جو ليتس جو. كم اخوي انا كنت عارف انه معلم تاريخ، قلت لكم قلت لكم. بقي عندنا 8 اسئله وما عندنا وسيله مساعده، ما صرت القرار بين عنتره بن شداد وعبله. هذا السؤال يبغى له مساعدي تتوقف وتاخذ الشك. لا ما ابغى، ما ننسحب نحن، ما ننسحب. ماني متاكد هم ليلى وقيس ولا عنتره وعبله. يقال انه الوان بشرتهم مختلف عن بعض، واحد ابيض والثاني سمراء، او واحد اسمر والثاني بيض، يعني الوان بشرتهم مختلفه، فبالتالي هم ما هم قرايب اصلا المفروض. فانا راح اعتمد على حدسي، اقول انه لا يوجد قرار. يا رب يا رب. ها بس للاسف هو الجواب غلط. لا 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 يا اخي لا. ايش تقرب البعض؟ ها اولاد طب انا ايش استفدت؟ اوكي اوكي، الجيم الثاني جبنا فيه 1000 دولار، شيء جميل. اول جيم صفر، ثاني جيم 1000 دولار، ثالث مليون دولار، واضحه. بسم الله، ليتس جو ليتس جو ليتس جو ليتس جو. ماذا يعني الاختمار في الكيمياء؟ التخمر، اللي هو الاختمار التخمر، شوف طلع على طول. الذين يطلقون السهام في الجيوش القديمه هم؟ اتوقع ان عرفت الجواب شباب. الرماة. الجواب صح. ليتس جو 200 دولار. الوقت كالسيف ان لم تقطعه. الله اكبر، هذه كنت اقولها في في الاذاعه المدرسيه، حكمه الصباح. الوقت كالسيف ان لم تقطعه قطعك. قل الحق ولو على في فخ في الموضوع. قل الحق ولو على نفسك ممكن. قل الحق ولو على ابيك. لا هنا دخلنا في عصيان الوالدين. قل الحق ولو على اخيك، دخلنا في باب صله الرحم. قل الحق ولو على صديقك، دخلنا في الفرندشيبس. فانا اشوف نروح على قل الحق ولو على نفسك. ليتس جو ليتس جو. دائما لا تنصر علاقات الاخلاق. قول الحق على نفسك، انت غلطان قول انا غلطان، انت عندك حق قول انا عندي حق. رجعنا للقصايد الثاني، يلا شغل لي الميوزك مره ثالثه. ايده خشب وضرسه حديد، يشلخ الحطب بشعله فريد، درباحه القدوم الوقواقه ولا المرش، ايش ذا؟ والله ما ادري. وكالعاده سؤال القصايد ندفه للجمهور، ادونا اجابته. ليتس جو. من اسماء السيف القنع القد الشبري حسام. في مره ما ادري كيف عرفت المعلومه بس يقول حسام السيف. يس الحمد لله الحمد لله. جاء السؤال ذاك قبل شوي، ما ادري ما ادري كذا احساس احساس يقول القاسي. والله كنت حاسس. 8 اسئله باقي وعندنا وسيلتين مساعده. الجيم اللي قبله وصلنا السؤال السابع ما عندنا ولا وسيله مساعده. المسدس اسم اطلق على نوع من الاسلحه، لماذا اعطي هذا الاسم؟ شوف انا ما اتوقع لانه يندس بالجيب، يعني شويه عقل. صغير الحجم برضو لا. له قاعده سداسيه ولا يحشى بستة رصاصات؟ الله اعلم. خلينا في السليم نحذف اجابتين، انا محتار بين الف وباء. يا رب ما يخلي لي الف وباء يا رب. ما راح اضيع وسيلة الاتصال عندي، راح اتوكل على الله، راح اقول باء. يا رب يا رب يا رب. لا لا مصطلحات الحاسوب فما هي. الجواب صح، صار معك 100 ريال. سير مدي. والله ما ادري للاسف. بدنا نشوف شو الجواب الصح. المكان الذي يعيش به الحصان، واضح يا شباب. الجواب صح. ليتس جو 100 دولار. وما هو عكس كلمة الإيجاب؟ بسيطة، السلب. الليمون هو من؟ يا ولد دهنيات سكريات نشويات حمضيات. والله الواحد نفسه يشرب حمضيات كي يبرد على قلبه دحين والله. كم حرب عالمية حدثت في التاريخ؟ على حسب ايش تعريفك للحرب العالمية؟ بالنسبة لي أنا عشرات الحروب، كل يوم أخوض حروب في الببجي والكول أوف ديوتي. أما بالنسبة للتاريخ فالمسجل منها فقط 2. يبقى 500 دولار. في مصر الناصح هو الذكي، اما في بلاد الشام فهو الفصيح. واضح، لا تشغل الميوزك دا يوترني، لكن انا واثق واثق الخطوه يمشي ملكا. الفصيح معروفين اهل الشام بالفصاحه. متاكد كثير طلع تاكدك مش بمحل عجب. هو جاوب غلط. جورج قرداحلي. سلام سلام، اسمي عمر زردية من المملكة العربية السعودية. اسم قناتي
ماكس جديد وفيديو جديد يا حبيبي هنا وصلت والحمد لله جمعت لي حصيصة. ياه كل مرة اقعد اجمع الفلوس.